استاذ عبد الحكيم برضو النهارده كان، خلينا نروح للجانب ايجابي شويه. النهارده المؤتمر الرابع للاعلان عن الراعي الرابع للنادي الاهلي. انا يمكن كنت مع قبل كده اتكلمت مع حضرتك ان ده جزء من الحاجه اللي بتبين قد ايه النادي الاهلي مؤثر، قد ايه النادي الاهلي البراند بتاعه بيوصلك لحته تسويقيه غير عاديه. ان انت وصلت المرحله دلوقتي الراعي الرابع ولسه قدامك اتنين او ثلاثه تانيين هتعلن عنهم تباعا، وبتعلن عنهم بطريقه ايه؟ بص طريقه المؤتمر، بص الشياكه بتاعت الشكل. فعلا لما تحط كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وتحطهم قدامك زي المشهد اللي احنا شايفينه، مشهد طبعا لازم اي راعي يجي لك، اي راعي لازم يجي لك بالمشهد اللي انت بتشوفه والشياكه والاناقه بتاعت الموضوع. كمان ان انت بتثبت الفوارق الكبيره جدا في التخطيط المدروس، في انك ازاي توصل للهدف بتاعك، في الشعبيه، في الجماهيريه، في حاجات كتيره جدا بالشكل اللي انت شفته دلوقتي. اربع رعاه بجانب البث الفضائي للمباريات الفريق الاول، بجانب ان انت لسه عندك رعاه ثانيه هتعلن عنهم، رقم ان شاء الله باذن الله يوصل لرقم كبير جدا. انا بس الحاجه اللي عايز اقولها يا كابتن، الناس يتمنى، مش اي نادي، الهيئات كلها، مش مشكله ان انت مش عارف تجيب الرقم، ممكن تشتغل على تاخد سيستم النادي الاهلي وتشتغل زيه، بحيث ان انت بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه، توصل للمرحله دي، انك هي. توصل انك تعرف تحقق الارقام دي وتعرف تشتغل كده. مش قصه تقول اصل الاهلي جاب كذا، طب احنا ليه؟ هي القصه مش كده خالص. قصه انت اشتغل على الحته دي، ممكن بعد ست سنين توصل، بس حط رجلك وابتدي. مش انت عايز تقول اشمعنى الاهلي؟ لا، انت النهارده لو برضو يا استاذ جمال لما بتسمع كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، هو بيتكلم بمناسبه الكلام اللي بيقوله الاستاذ عبد الحكيم، هو تقريبا نتكلم في هذا الاطار. احنا دايما بقول لكل، هو كابتن محمود قال كده النهارده، قال انا بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، مش عشان خاطر حاجه ثانيه. بقول لكل واحد في النادي الاهلي ان هو يتعب الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه قدامنا تحديات كبيره، وقالها مرتين لو حضرتك لا وتابعت طبعا المؤتمر، وكمان الكابتن محمود الخطيب ركز على انه يرجع الفضل لاصحابه. بمعنى ايه؟ ان هو في بدايه كلمته رحب بكل نجوم النادي الاهلي اللي حاضرين طبعا في كل اللعبات طبعا، وقال ان هم دول اللي بيخلوا النادي الاهلي في هذه المكانه. هو النادي الاهلي نادي رياضه في الاول بالظبط. لا يعني انه النتيجه او المحصله اللي فيها دلوقتي قيمه النادي الاهلي التسويقيه راجعه لمجهودات سنين طويله يا حكيم. مظبوط. يعني من سنوات طويله وهي بتتبني. ايوه. ما هياش حتى نائب رئيس شركه الراعيه قالها صراحه، استاذ خالد اعلن صراحه انه النادي الاهلي من 1907 وهو بيبني تاريخه. صحيح. حتى وصل الى هذه المرحله من الثقه اللي بتشجع اي شراكه. يعني هنا اصل في حتتين، يعني في شراكه مع رعاه وفي شراكه مع برضو الشركه المتحده. حقيقي. يعني هنا شراكه ذات وجهين، فده في حد ذاته اعتراف وشيء عملي، تجسيد عملي يا حكيم على انه النجاح بيولد نجاح. يعني النجاح لا ياتي من فراغ، والنجاح كمان بيبني عليه نجاحات كتيره جدا يا كابتن اسلام. حقيقي. ما هواش من فراغ. وده الراعي الرابع، وحسب ما احنا عارفين انه في الطريق رعاه اخرين. وكابتن محمود الخطيب يمكن اشار برضو وركز وحط خط تحت كلمه انه سعيد بهذه الشراكه، لانها جايه في توقيت النادي الاهلي كمان عنده بيمر بتحديات كبيره. تحديات كبيره حقيقي. وهذه وركز على كلمه تحديات يعني. نعم. فالنادي الاهلي بيعتمد على نفسه، على ذاته، على تاريخه في ان هو يعمل هذه النجاحات. فطبعا نقول الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك ايضا لشركه مراسم، شركه مراسم، المراسم او المراسم السعوديه. فبنتمنى ان تكون هذه الشراكه استكمال لمسلسل النجاح في مجال رعايه النادي الاهلي والشراكه مع الشركات الكبيره. نعم. في هذا المجال يعني. عموما هي بدايه جيده، او مش بدايه، هي استمراريه، رابع خطوه في
طريق ان شاء الله يكون طريق في طريق الرعايه طريق يعني. في الطريق المليار ان شاء الله ان شاء نتمناها الله. يا رب انا ما اعرفش الارقام الحقيقه ولكن اتمنى يا رب ان تكون ارقام وانا متاكد ان هي ارقام ملياريه طبعا. نعم ارقام ملياريه ان شاء الله رقم يعني فاهم يعني ماشي لو النادي الاهلي يستحق ما شاء الله يعني بس هو ده الحقيقه يعني. ولكن عموما خلينا يعني نبقى سعداء وفخورين بما يفعله النادي الاهلي وبما يحدث داخل النادي الاهلي لانه في النهايه زي ما حضراتكم شايفين كده حاجه محترمه جدا النادي الاهلي كابتن وحضرتك ادرى مننا مؤسسه نعم تسير جميع اعمالها بشكل يعني متوازي بشكل مؤسسي وبشكل متوازي صحيح يعني على المستوى الرياضي على المستوى الانشائي نعم على المستوى التمويلي والدعم ده كله ما بيتم في وقت واحد يعني حتى الكابتن محمود خطيب اشار النهارده لجزئيه ان النادي الاهلي ما بقاش مجرد مبنى واحد ده انت عندك اربع منشات عملاقه في الجزيره اللي هو الرئيسي ثم مدينة نصر الشيخ زايد التجمع الخامس وبالإضافة إلى الأقصر نعم. فده كله يعني بيدي مؤشرات بقى الناس يعني لكل ذي عقل يعني